ينضم إلينا في الاستوديو الناطق باسم الحكومة السيد باسم العوادي. أهلا بك أستاذ باسم. مساء الخير. شكرا جزيلا. مساء النور. نبدأ من حيث انتهى رئيس الوزراء إلى الاتفاق بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية على المقايضة العينية، النفط الخام مقابل الغاز. كيف تنظر الحكومة خصوصا من خلال القرار الأخير واجتماع مجلس الوزراء لحل مشكلة الكهرباء في البلاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا لكم. أنا أعتقد اليوم هو حدث كبير وإنجاز كبير جدا، لأن هذا الإنجاز راح يخرج العراق والأزمة المتراكمة تقريبا منذ عام 2018، وهي أزمة إحنا نشتري الغاز ولا نستطيع أن ندفع أمواله أو ندفع أمواله إلى حسابات الشركات الإيرانية في بنك التي بي آي، لكن البنك لا يستطيع أن يحول الأموال إلى الشركات الإيرانية بسبب العقوبات أو بسبب ارتباط الدولار ونظام سويفت وما شاكل ذلك. وبالتالي هذه أزمة كبيرة مؤرقة لا يمكن الخروج منها إلا بعد الجهود المضنية التي بذلها السيد رئيس الوزراء من خلال جولات تفاوض استمرت تقريبا على مدى فترات طويلة، وبالخصوص منذ يعني تراجع التيار الكهربائي منذ تاريخ 1/7. كلكم وعشنا حالة الارتياح الجماهير الشعبي، والمواطن العراقي يشهد على تحسن واقع الكهرباء الشهر الرابع والخامس وتقريبا 20 يوم الأولى من الشهر السادس. وكانت الحكومة حقيقة محضرة مفاجأة كبيرة، لأن العام الماضي مثلا في أكثر ضخ قدمته وزارة الكهرباء في تاريخ 1/7 كان 19,500 ميجاوات، لكن الجهود التي بذلها السيد رئيس الوزراء في الأسبوع الأول تم عقد اجتماع لمناقشة واقع الكهرباء العراقي والاستعداد للصيف في الأسبوع الأول من الحكومة. يعني نحن نتحدث عن شهر يعني أكتوبر الماضي أو تشرين الأول أو الثاني الماضي، وبالتالي وضعوا حلول أشار إلى بعضها سيادة رئيس الوزراء، حلول آنية. استطاعت هذه الحلول الآنية أن ترفع الضخ إلى 24 وإلى 25. طبعا لم نعلن ذلك مقدما، لكن كنا نحاول أن الحكومة تحاول أن تجعلها مفاجأة في هذا الصيف إلى المواطن العراقي. طبعا صارت الانتكاسة بسبب كما قلنا خارج عن إرادة الحكومة العراقية وخارج عن إرادة يعني الوضع العراقي بصورة عامة. إجمالا هذا الاتفاق الذي توصل له السيد رئيس الوزراء من خلال أطراف الحكومة العراقية إن شاء الله سيخرجنا من هذا المأزق العميق المتعلق بالدولار وإيقاف الغاز وما شاكل ذلك. لدينا اتفاق بمقايضة الغاز الإيراني مقابل النفط أو النفط الأسود العراقي، وإن شاء الله رب ضارة نافعة، لأن هذا القرار في ترتيبات إيجابية أخرى كثيرة إن شاء الله من الممكن أن نتطرق إليها. طيب أستاذ باسم، الحكومة تتجه إلى الاستغناء عن الغاز المورد لإنهاء أزمة الكهرباء خلال السنوات المقبلة. هل وضعت الحكومة إجراءات أو خطط لازمة لمواجهة التحديات التي ستواجه تحقيق هذا الهدف؟ بكل تأكيد، لعل السيد رئيس الوزراء أشار الآن إلى مسارين. المسار الأول هو الخطوات الآنية التي باشرت الحكومة منذ العام الماضي باتخاذها، واستطاعت من خلالها في أن تضيف كما قلنا أن ترفع الإنتاج من الذروة 19,500 في العام الماضي إلى قرابة 25,500 أو 26,000 ميجاوات خلال هذه السنة، مما انعكس على 14 إلى 15 ساعة تجهيز في نيسان وحزيران وآيار وحزيران. لكن رغم ذلك الحل الأمثل في رأي السيد رئيس الوزراء وفي خبراء الطاقة في العراق هو الحلول المتوسطة والبعيدة المدى، وهي ثلاثة حلول أشار لها السيد رئيس الوزراء وابتدأ على العمل بها. الحل الأول هو الاتفاقات مع شركة توتال، وهي اتفاقات بها 4 عقود إن شاء الله خلال 2 أو 3 ستورد بين 500 أو ستولد بين 550 إلى 600,000 قدم أو متر، التردد مني لا يعني متر أو قدم مكعب من الغاز. القضية الثانية الجولة الخامسة من التراخيص، وأحيلت إلى مجموعة من الشركات الصينية وإلى شركة الهلال للطاقة الإماراتية، وشركة الهلال باشرت وأيضا قدمت تعهد جديد إلى السيد رئيس الوزراء بأنها كانت مقدمة سقف عمل بحدود 18 أو 17 شهر، لكنهم في قبل فترة قليلة قدموا تعهدات جديدة بأنهم إن شاء الله سينجزون المراحل الأولى من العمل التي تضخ بمقدار كبير من الغاز في غضون قرابة 14 شهر.
وأيضا الخطوات شركة غاز البصرة. الغاز البصرة نعم. قضية مهمة ويعني أكملوا 200,000 أو 200 مليون قدم مكعب، وإن شاء الله في آخر السنة هناك 200 الأخرى. وأيضا الحكومة العراقية والسيد رئيس الوزراء يضع نصب عينه أيضا في اللقاءات والتواصل قضية الربط الشبكي مع المملكة العربية السعودية ومع الأردن وأيضا مع منظومة الخليج. إن شاء الله هذه حلول متوسطة، لكن إجمالا هذه الحلول إن شاء الله خلال سنتين إلى 3 سنوات المفروض أن نكتفي من الغاز ولا نحتاج إلى أن نستورد الغاز من أي مكان. طبعا الأهم من هذا كله يجب أن نضيفه هو العقد مع شركة سيمنز الألمانية، لأن هذا العقد فيه ميزة خاصة. أو لماذا اتفقت الحكومة مع شركة سيمنز؟ أولا لسببين سريعين. الأول أنهم سيتكفلون بتطوير المحطات الكهربائية القديمة العراقية على مدى طويل لمدة 5 سنوات بمستوى إرجاعها إلى طاقتها الإنتاجية الأولى. الأهم من ذلك أن الحكومة العراقية السيد رئيس الوزراء لديه فكرة، ويعني هي فكرة تقنيا موجودة وقدمت للحكومة العراقية، الطاقة أو معامل الكهرباء الجديدة، المحطات الكهرباء الجديدة تعمل بدورة تسمى بالدورة المركبة، والدورة المركبة تعني دورة بدون وقود، يعني لا نحتاج للغاز ولا للغاز ولا لأي وقود صلب أو سائل. نعم. الدورة المركبة لأن المحطة أو الوحدات في داخل المحطة تنتج حرارة، فيتم عندما تنتج الوحدة الأولى في المحطة حرارة يتم تشغيل الوحدة الثانية والثالثة وبقية الوحدات على الحرارة الناتجة من الوحدة الأولى، وبذلك يكون عمل المحطات العراقية على الحرارة المنتجة من نفس المحطات آنذاك على المدى البعيد المتوسط والبعيد جداً. إن شاء الله سوف أيضا لن يحتاج العراق حتى إلى الغاز مطلقا من أجل أن تستقر عملية تزويد طيب. المواطن العراقي نعم. بالكهرباء. سيد باسم، أيضا رئيس الوزراء أشار إلى موضوع الحلول البديلة المؤقتة المتمثلة بالمولدات الأهلية ودعم الحكومة نعم. لهذا القطاع من خلال تقليل أسعار زيت الغاز المورد لهذه المولدات، وأيضا شهدنا إجراءات خلال الشهرين الماضيين لضبط أسعار الأمبير بالنسبة للمواطنين. هنا نتحدث عن آلية تتبعها الحكومة لتقنين موضوع المولدات الأهلية وتخفيف أثرها على المواطن بشكل عام. أنا بكل تأكيد هي أزمة، بس هذه الأزمة أزمة جانبية مرتبطة بالأزمة الأولى، بمعنى كلما يستقر تزويد الكهرباء للمواطن العراقي من خلال الشبكة الوطنية، وإن شاء الله اليوم يعني مثل ما أعلن السيد رئيس الوزراء راح يعني مقدار عقد الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية 45 مليون متر مكعب نعم. تراجع إلى 20 إلى 25. اليوم إن شاء الله المفروض يبتدئون مساء أو ابتدأوا الآن بضخ 10 ملايين متر مكعب أخرى، راح تكون طاقتنا 35 مليون متر مكعب على إن شاء الله خلال الأيام القادمة يضيفون، فنرجع إلى التزود بال 45 يعني متر مكعب آخر. بالنهاية ما يجب أن نقدمه في هذه الفترة كحل آني، الحكومة اتخذت قرار بأن تقلل سعر زيت الغاز المقدم إلى المولدات بمقدار 50%، كان ب 400 دينار سعر اللتر، اتخذت الحكومة العراقية اليوم بأن يكون ب 250، وهذا مما يساعد أصحاب المولدات الأهلية على أن يعني يستلموا الكثير من منتج زيت الغاز، وبالتالي يقدموا ساعات ضخ أكبر مع مراعاة طبعا سعر الأمبير للمواطن العراقي. نعم. طيب سيد باسم، بالنسبة للتأثير الآني لكل المشاريع التي تحدث عنها رئيس الوزراء وخصوصا فيما يتعلق بالاتفاق مع الجمهورية الإسلامية لتوريد الغاز مقابل النفط الخام، هل سيتلمس المواطن سريعا نتائج هذا الاتفاق من خلال التغير في مستوى تجهيز الطاقة الكهربائية؟ تعرف نحن في شهر تموز وأيضا مقبل نحن في جمرة القيض كما يسموها يعني خبراء الأنواع الجوية في قمة درجات الحرارة. بكل تأكيد إن شاء الله الهدف مالنا أن نرجع إلى معدل الشهر السادس أو مطلع الشهر السادس، وهو الوصول إلى معدل 25 إلى 26 ألف ميجاوات نعم. وهذا ما يؤمن إن شاء الله حسب ما كان موجود 15 إلى 16 ساعة المفروض. أنا أعتقد هذا المعدل مو طموحنا، ونتمنى أن نقدم يعني الحكومة العراقية تتمنى أن تقدم الأكثر، لكن هذا الشعب العراقي يعلم على أن هذا الأزمة هي ليس من صنع الحكومة العراقية نعم. الحكومة العراقية يجب أن نقول ذلك بصراحة ونتحدث مع المشاهد العراقي، هناك أزمات متراكمة منذ 20 سنة. عندما استلم السيد رئيس الوزراء يعني التكليف العام الماضي خلال 8 أشهر بدأت هذه الأزمات القديمة تنفجر، منها أزمة الدولار، منها أزمة المشاريع المتلكئة،
ومنها أزمة أيضا الكهرباء والغاز. الحكومة العراقية ليست مسؤولة عن هذه الأزمات، هي لم تولدها لم تنتجها، لكن بكل تأكيد هي مسؤوليتها القانونية والشرعية، مسؤوليتها الوطنية أن تتحمل هذه الأزمات. وأعتقد واضح من خطاب السيد رئيس الوزراء والقرارات الكثيرة التي اتخذها بأنه أضاف إلى حمل حكومته الذي ينوء به هو حمل 20 سنة الماضية من مشاريع متلكة، 1450 مشروع متلكة، إلى أزمة الدولار التي كانت المفروض محلة منذ عام 1920 و21، وهو يحاول أن يضع الحلول. وأيضا لا تنسى هي مرتبطة بالاقتصاد وبالدولار، بمعنى فيها تشابه، هي مع أزمة تشابه مع أزمة الطاقة الكهربائية الحاصلة حاليا، مرورا بأزمة الغاز. إجمالا هي ليس أزمة الحكومة العراقية، رغم ذلك من واجبات الحكومة العراقية أن تعمل، وأنا أعتقد أن هذا الاتفاق الذي وقع وأعلن عنه السيد رئيس الوزراء أولا راح يكلفنا دفع الأموال، ثانيا الأموال ال 11 مليار يورو التي أودعتها الحكومة العراقية في حساب الشركات الإيرانية في مصرف التي بي آي العراقي، هذه ستبقى إلى العراق باعتبار أن العراق سيولد النفط أو النفط الأسود إلى إيران مقابل ديونهم، وهذه الأموال الموجودة في بنك التي بي آي إن شاء الله ستبقى رصيد إلى الشعب العراقي. من الممكن أن نسدد فيها العجز الوارد في الموازنة العراقية، أو من الممكن أن تبقى لموازنة الطوارئ. إجمالا الهدف هو أن نرجع إن شاء الله إلى المدى المقبول جدا الذي ارتاح له المواطن العراقي في الشهر الرابع والخامس والسادس في مستوى الكهرباء، والحلول مستمرة إن شاء الله. نعم. أن نصل من خلال المدى المتوسط خلال 2 إلى 3 سنوات في أن تكون محطاتنا الكهربائية عاملة بدون أن نحتاج لأي مساعدة من الآخرين. الناطق باسم الحكومة السيد باسم العوادي، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.